بسم الله الرحمن الرحيم إخواني، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فوركس. فوركس زي ما وعدت حضراتكم، النهاردة هنتكلم عن سحوباتي من شركة اكس ام خلال شهر يونيو الماضي. الحقيقة احنا بنعمل تحليلات أسبوعية وأهم الفرص والتوقعات وبننزلها للناس، والناس كلها بتستفيد منها. الحقيقة أنا عن نفسي بشتغل بنفس التحليلات اللي بنزلها لحضراتكم، علشان كده. لكن أنا بلتزم بإدارة رأس المال، بلتزم بنقطة الدخول، بلتزم بوقف الخسارة، ما بدخلش صفقات كتير، أكتر من صفقة ما بدخلش. الحقيقة بشتغل مع الاتجاه، وده دايما اللي أنا بقوله للناس باستمرار. الحقيقة بعض الناس بتستعجل، بعض الناس بتخسر، بعض الناس بتدخل الاثنين مبكرا، بعض الناس بتدخل يوم الجمعه وده بيكون يعني جني ارباح وخروج من الصفقات، بالتالي بعض الناس الحقيقه بتخسر. النهارده هندخل على الحساب في شركه اكس ام وهنشوف السحوبات خلال شهر يونيو بفضل الله الحقيقه، وبفضل دعواتكم، وبفضل اداره راس المال والعمل مع الاتجاه والدخول من مناطق قويه. نقطه الدخول هي اهم شيء في الفوركس. الحقيقه اغلب الناس بتخسر لان بيستعجل، بيدخل الصفقه يعني قبل ميعادها، وبالتالي بتعكس عليه وبيحاول يدخل صفقه اخرى وصفقه اخرى، وبالتالي بيحصل نوع من الخساره والمرجنه. احيانا بتجيني شكاوى كتيره من الناس. تعال نشوف كده احنا دخلنا ازاي، ونروح على السحوبات ونشوف هنختار شهر الماضي اللي هو خلص اول امبارح، ونشوف احنا سحبنا كام خلال هذا الشهر. ببساطة في الشركة هتلاقي يعني سحوباتي، مراكز المفتوحة، تاريخ تداولي، افتح حساب اضافي وهكذا. احنا هنضغط على سحوباتي ونشوف يعني احنا سحبنا قد ايه خلال شهر يونيو 2018. زي ما شايفين حضراتكم احنا هنختار يعني 1/6/2018 حتى يعني 28/6/2018، وهنقول مشاهدة ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. زي ما حضراتكم شايفين يعني دي التواريخ، يعني ده تاريخ 28/6/25/6/28/6/27/28/28/27/27. هننزل برضو هنشوف يعني 27/26/26/25 هننزل ايضا، هنلاقي برضو اخر حاجة 25، لكن في سحوبات اخرى. يعني هنضغط على رقم 2 هيجيب لنا باقي السحوبات اللي هي خلال شهر 6. لكن تعالى كده نشوف، يعني هنا دي السحوبات 100 دولار، 47/63/163/69/321/250/250/235/234. هنضغط على رقم 2 ونشوف احنا يعني باقي السحب قد ايه. زي ما شايفين حضراتكم برضو بتاريخ 25/6/998، بتاريخ 22/6/162، بتاريخ 21/6/671، بتاريخ 18/6/480، بتاريخ 13/6/70، بتاريخ 8/6/150 وهكذا. الحقيقة في احيانا بتطلب يعني سحب بيتم رفض السحب لان بيكون انت ساحب مبلغ قريب، فبالتالي بيتأجل، بيترفض يعني الطلب، لان ما ينفعش تسحب مرتين او يعني اكتر من مرتين خلال ساعة واحدة. فبالتالي هنا هتلاقي ان في طلبين مرفوضين ل 100 دولار و 50 دولار، دول تم رفضهم من قبل الشركة لان الحقيقة السحوبات كانت يعني قريبة جدا. فبالتالي زي ما انتم شايفين اخر سحب كان بتاريخ 6/6، يعني بداية الشهر ده كان اول سحب تقريبا 6/6/2018، وكان 500 دولار، وهنا 100 دولار مرفوضة و 50 دولار مرفوضة، لكن 150/70/480/671/162/998. ده اللي انا بقوله للناس. الحقيقة شركة اكس ام من الشركات المحترمة، شركة انا بشتغل معها من فترة كبيرة، شركة يعني ما شفتش منها اي مشكلة. الحقيقة كل الحقيقة يعني شركة محترمة جدا، يعني ربما يكون السبريد بالليل وقت الاخبار بيكون عالي بعض لحد ما، لكن الحقيقة لما يعني انا دخلت في شركات كتيرة جدا زمان، فبالتالي كان برضو نفس المشكلة في كل الشركات. الحقيقة البنك لما انا كلمت الشركة قالوا لي البنك هو اللي بيعلي السبريد بالليل، وبالتالي احنا هنضطر نعلي السبريد لان السيولة نفسها بتكون ضعيفة جدا. علشان كده يعني انا بنصح كل الناس، يعني انت لازم تجرب الشركة وتشوف اي شركة هتشتغل فيها ايا كان، تجربها ولازم تشتغل، تكون فاهم انت هتشتغل فيها ازاي، تجربها سحب وتجربها ايداع. الحقيقة السحب والايداع بيوصل
في خلال ساعة زمن واحدة ما فيش غيرها. الحقيقة كل السحوبات دي بتكون على نتلر زي ما انتم شايفين اهو، نتلر نتلر نتلر، يمكن دي كانت بيتكوين زي ما انتم شايفين اهو، لكن ودي كانت بيتكوين يعني كمان مقبولة، لكن كل الحسابات السحب بتاعي بيكون على نتلر. والحقيقة زي ما انتم شايفين يعني شركة محترمة جدا. انا يعني بعض الناس طلبوا موضوع السحوبات علشان يتأكدوا ان فيها ارباح حقيقية في الفوركس، فيها شركة محترمة يعني تسحب الاموال تصلك في خلال ساعة بالكتير. الحقيقة دايما انا بنصح كل الناس بشركة اكس ام، يعني لما بيحصل اي مشكلة مع اي عميل في شركة اكس ام وبيكلمني حالة بتدخل فورا ونشوف المشكلة اساسها سواء في السحب سواء في الايداع. لو اتأخر السحب مثلا بنشوف المشكلة ايه وبنحلها فورا، ولو في الايداع ايضا او في صفقة او اي شيء حصل الحقيقة انا بتدخل فورا تماما تماما. علشان كده انا دايما بقول لكل الناس الحقيقة يعني دايما اختار شركة. Vous souhaitez apprendre le trading avec un véritable trader, eh bien vous êtes au bon endroit. Je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis trader indépendant depuis 2012 et formateur en trading et investissement boursier depuis 2017. Je vous propose aujourd'hui de rejoindre une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre eh bien, d'apprendre le trading, c'est-à-dire de savoir lire un graphique, de comprendre comment est-ce qu'on utilise les indicateurs techniques, à quel moment on sait s'il faut acheter, vendre, tout simplement pour réaliser de la plus-value. Alors n'attendez pas plus longtemps, cliquez juste en bas pour rejoindre la page qui va vous permettre d'accéder à cette formation qui est totalement offerte. A tout de suite. شركة تكون سهلة في السحب وسهلة في الإيداع، شركة ليها مصداقية، شركة أنت لازم تجربها بنفسك. يعني أي حد يكلمك عن أي شركة لازم أنت تجربها بنفسك حتى لو بمبلغ قليل. لكن شركة إكس إم بالنسبة لي أنا يمكن ليها أكتر من 5 سنين أنا شغال فاتح فيها حساب، وأنا كنت اتكلمت قبل كده مرة واثنين وثلاثة وقلت إن الشركة دي شركة محترمة جدا وشركة أنا ما أقدرش الحقيقة أستغنى عنها، لأن الحقيقة يعني لما بسحب أرباحي بتوصلني في الحال، ولما بعمل ايداع بيوصل في نفس اللحظة، وده عندي هو المهم. ومفيش اي تلاعب الحياة في الشركة. يعني بعض الناس بيحاول يشكيلي من الشركة، بتدخل فورا وبلاقي المشكلة تقريبا بتكون المشكلة من عنده هو، لكن الشركة بتستجيب لو اي انسان دي حق الحياة، لان طبعا سمعة الشركة هي اهم شيء في الموضوع. انا بنصح كل الناس يدخلوا في الشركة يجربوها. الحقيقة يعني شركة محترمة جدا، شركة ممتازة يعني في السحب وفي الإيداع، ويمكن من أكبر الشركات في الشرق الأوسط والعالم، فيها عملاء الحقيقة يعني يقدروا زي ما هم قالوا بأكتر من 5 مليون عميل حقيقة، ده على مستوى العالم، فده شيء كبير جدا. وأنا بتمنى لكل الناس إن هي تحقق أرباح طوال يعني السنة مش في شهر بس. دايما بقول لك اشتغل بإدارة رأس مال واشتغل بحكمة ومناظر دخول ومع الاتجاه، دايما هتلاقي نفسك كسبان، والله هتلاقي نفسك كسبان. يعني دايما انا بقول لك ان الفوركس سهل لو انت سهلته وصعب لو انت صعبته على نفسك. الحقيقة دايما بقول للناس الالتزام هو سر النجاح، زي ما بقول البساطة هي سر النجاح. علشان كده بقول لك التزم، يعني الناس انا عايز الناس تلتزم. لما الناس تلتزم الحياة بتحقق ارباح جميلة جدا. لما بتلتزم بالاتجاه وبتلتزم مع صفقة واحدة وبتلتزم مع ادارة رأس المال وبتلتزم بنقطة دخول، الحياة بتحقق ارباح جميلة جدا وسهلة جدا. لاحظ ان انا بسحب ارباح يعني اول باول، يعني كل ما يتكون معايا ربح بسحبه مباشرة. ده اللي انا عايزه من الناس. يعني انت عملت رصيدك 1000 دولار 5000 دولار زي ما يكون، يعني كل يوم او كل يومين حسب شغلك انت او كل اسبوع، يعني حاول تسحب الارباح بتاعتك وتاخدها، يعني ما تسيبش الارباح بتاعتك تتراكم في الحساب. حاول دايما تسحب ارباحك، لان الحقيقة سحب الارباح حتى بيديك طاقة ايجابية وبيخليك يعني انت حاسس ان انت فعلا انت بتشتغل في بيزنس عالي وبتشتغل في بورصة عالمية، فبالتالي تحس ان انت فعلا بتأدي شيء جميل وبتشتغل وبتنتج وبتربح وشغال يعني بخطى يعني ثابتة ماشي للامام. علشان كده دايما انا ما بتكلمش عن ارباح ولا عمري اتكلمت عن ارباح،
الأرباح. لكن الناس دايما يقول لك كل ما ندخل احنا بنخسر بنخسر بنخسر. I want to show you the perfect tool for making stunning videos without leaving the house. Just go to artgrid.io. It's a revolutionary stock footage platform. New footage is added from the best filmmakers every day, and I get unlimited downloads, so anything I download is mine to use forever. So the concept we're thinking of is authentic journey, so it needs to look amazing. So I can keep delivering high quality content even in today's challenging times. Clips are uploaded in stories, so my editing options are endless. And the license covers everything, even commercial use. Now that's a game changer. So go to ArtGrid Stock Footage and start your free trial today. فانا بقول لك اللي انا بقوله لك في القناه انا عن نفسي بلتزم بيه، فانا عايزك انت كمان تلتزم بيه. وثق تماما والله لو انت التزمت هتلاقي يعني الارباح جت بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. الفوركس سهل جدا لو انت يعني سهلت واشتغلته صح، وصعب جدا لو انت صعبته على نفسك وخالفت الشروط ودخلت غلط. يعني تدخل بالليل، تدخل وقت الاخبار، تدخل يوم الاثنين، تدخل يوم الجمعه، ما تنتظرش نقطه الدخول اعاده الاختبار وهكذا. لازم تكون فاهم انت هتشتغل ازاي. علشان كده دايما بنحذر الناس وبقول للناس حاولوا يا اخوانا اموالكم دي امانه، ما تضيعش اموالك بمنتهى السهوله كده مجرد ان انت فتحت الشرط عايز تدخل صفقه. لا، ممكن تنتظر صفقه يوم واثنين وثلاثه واسبوع ما تدخلهاش، لكن دايما جهز الصفقه، جهز الشرط واشتغل. الحقيقه انا يعني هسيب لحضراتكم رابط الشركه اسفل الفيديو اللي عايز يدخل اهلا وسهلا بيه، لكن شركه محترمه جدا. اي مشكله تواجهك مع الشركه كلمني فورا الحقيقه يعني هحلها لك، سواء انت فتحت من الرابط اسفل الفيديو او لم تفتح من الرابط. الحقيقه انا بتدخل، اي حد بيسالني انا بتدخل فورا مباشره وبحل اي مشكله، ودايما بتكون مشاكل بسيطه والحمد لله. الحقيقه انا سعيد بيكم جدا النهارده، انا بشكركم وسامحوني لان انا اتكلمت عن الارباح. انا يعني لاحظ القناه فيها اكتر من 130 فيديو انا عمري ما اتكلمت عن الارباح، ما بحبش اتكلم عن الارباح لان في ناس بتخسر، ويعني بلاش يعني تفرد عضلاتك على الناس وتقول والله انا بكسب. انا دايما بخسر لما ما بلتزمش بخسر، ولما بدخل بتسرع بخسر، ولما بنتظرش نقطه الدخول الصحيحه واعاده الاختبار بخسر، ولما بدخل صفقات كتيره بخسر. انا زيكم تماما، لكن الحقيقه الواحد يعني التزم من فترة كبيرة جدا، فبالتالي خلاص اتعلمنا وشفنا وعرفنا وخسرنا زمان وزمان وزمان، فبالتالي لازم تستفيد، لازم تعوض خسائرك اللي انت خسرتها في الفوركس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكيت لكم عن الاستراتيجية اللي طبقتها بالفيديو.